بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد 200 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى، نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 98 بعد 100 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يقول الإمام في الآية مسائل: المسألة الأولى في الآية حذف والتقدير ليس عليكم جناح في أن تبتغوا فضلا، ليس عليكم جناح في أن تبتغوا فضلا، ويؤيد هذا التقدير قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. إذن في الآية حذف والتقدير ليس عليكم جناح في أن تبتغوا فضلا من ربكم. المسألة الثانية: اعلم أن الشبهة كانت حاصلة في حرمة التجارة في الحج من وجوه. الشبهة كانت حاصلة في حرمة التجارة في موسم الحج من وجوه، أحدها أنه تعالى منع عن الجدال فيما قبل هذه الآية، قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والتجارة كثيرة الإفضاء إلى المنازعة بسبب المنازعة في قلة القيمة وكثرتها، فوجب أن تكون التجارة محرمة وقت الحج، لأن التجارة تؤدي إلى المنازعة، والله عز وجل نهى عن الجدال، والمنازعة تقع بسبب الخلاف في قلة القيمة أو كثرتها. وثانيها أن التجارة كانت محرمة وقت الحج في دين أهل الجاهلية، فظاهر ذلك شيء مستحسن، لأن المشتغل بالحج مشتغل بطاعة الله عز وجل، فوجب أن لا يتلطخ هذا العمل منه بالأطماع الدنيوية. وثالثها أن المسلمين لما علموا أنه صار كثير من المباحات محرمة عليهم في وقت الحج، وهي محظورات الإحرام كاللبس والطيب والاصطياد والمباشرة مع الأهل، غلب على ظنهم أن الحج لما صار سببا لحرمة اللبس مع مساس الحاجة إليه، فبأن يصير سببا لحرمة التجارة مع قلة الحاجة إليها كان أولى. ورابعها: عند الاشتغال بالصلاة يحرم الاشتغال بسائر الطاعات فضلا عن المباحات، فوجب أن يكون الأمر كذلك في الحج. فهذه الوجوه تصلح أن تصير شبهة في تحريم الاشتغال بالتجارة عند الاشتغال بالحج، فلهذا السبب بيّن الله تعالى هاهنا أن التجارة جائزة غير محرمة. إذا عرفت هذا فنقول المفسرون ذكروا في تفسير قوله تعالى أن تبتغوا فضلا من ربكم ذكروا وجهين، كذا قال الإمام، لكنه ذكر ثلاثة أوجه. الأول أن المراد هو التجارة، ونظيره قوله تعالى في سورة المزمل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقوله في سورة القصص: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم الذي يدل على صحة هذا التفسير وجهان: الذي يدل على صحة تفسير ابتغاء الفضل من الله عز وجل بالتجارة وجهان: الأول ما روى عطاء عن ابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما قرأ أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، وهذه قراءة تفسيرية. والثاني الروايات المذكورة في سبب النزول تؤيد هذا التأويل. فالرواية الأولى قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ناس من العرب يحترزون من التجارة في أيام الحج، كان ناس من العرب يحترزون من التجارة في أيام الحج، وإذا دخل العشر بالغوا في ترك البيع والشراء بالكلية،
وكانوا يسمون التاجر في الحج يسمونه الداج، ويقولون هذا الداج وليس بالحاج. ومعنى الداج المكتسب الملتقط، وهو مشتق من الدجاجة، سميت دجاجة لأنها تدج، بمعنى تلتقط الحبة عن الأرض. فالداج معناه المكتسب الملتقط، وهو مشتق من الدجاجة. وبالغوا في الاحتراز عن الأعمال إلى أن امتنعوا عن إغاثة الملهوف وإغاثة الضعيف وإطعام الجائع، فأزال الله تعالى هذا الوهم وبين أنه لا جناح في التجارة. ثم إنه لما كان ما قبل هذه الآية في أحكام الحج، وهي قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما بعدها أيضا في الحج وهو قوله فإذا أفضتم من عرفات، دل ذلك على أن هذا الحكم واقع في زمان الحج، فلهذا السبب استغنى عن ذكره. والرواية الثانية في سبب النزول ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له، قال لابن عمر، أو هذا ليس سببا للنزول لأن الآية لم تنزل على إثره، يقول ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له إنا قوم نكري وإن قوما يزعمون أنه لا حج لنا، فقال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألت ولم يرد عليه حتى نزل. يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألت ولم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حتى نزل قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فدعاه وقال أنتم حجاج. وهذا يؤيد تأويل ابتغاء الفضل من الله عز وجل بالتجارة. وبالجملة فهذه الآية نزلت ردا على من يقول لا حج للتجار والأجراء والجمالين. والرواية الثالثة أن عكاظة ومجنة وذا المجاز كانوا يتجرون في أيام الموسم فيها، وكانت معايشهم منها، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يتجروا في الحج بغير إذن، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. والرواية الرابعة قال مجاهد إنهم كانوا لا يتبايعون في الجاهلية بعرفة ولا منى، فنزلت هذه الآية. إذا ثبت صحة هذا القول فنقول أكثر الذاهبين إلى هذا القول حملوا الآية على التجارة في أيام الحج. وأما أبو مسلم فإنه حمل الآية على ما بعد الحج، قال والتقدير فاتقوني في كل أفعال الحج، ثم بعد ذلك ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ونظيره قوله تعالى في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يقول الإمام معلم أن هذا القول ضعيف من وجوه. القول أو التفسير الذي ذهب إليه أبو مسلم الأصفهاني ضعيف من وجوه، أحدها الفاء في قوله فإذا أفضتم من عرفات، يدل على أن هذه الإفاضة حصلت بعد ابتغاء الفضل، لأنه قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. إذن هذا يدل على أن هذه الإفاضة حصلت بعد ابتغاء الفضل، وذلك يدل على وقوع التجارة في زمان الحج. وثانيها أن حمل الآية على موضع الشبهة أولى من حملها على موضع عدم الشبهة، ومعلوم أن محل الشبهة هو التجارة في زمن الحج، فأما بعد الفراغ من الحج فكل أحد يعلم حل التجارة. وأما ما ذكره أبو مسلم من قياس الحج على الصلاة فجوابه أن الصلاة أعمالها متصلة، فلا يصح في أثنائها التشاغل بغيرها، وأما أعمال الحج فهي متفرقة بعضها عن بعض، ففي خلالها يبقى المرء على الحكم الأول حيث لم يكن حاجة. لا يقال بل حكم الحج باق، لا يقال يعني ليس لأبي مسلم أن يقول بل حكم الحج باق في كل تلك الأوقات، لا يقال بل حكم الحج باق في كل تلك الأوقات، بدليل أن حرمة التطيب واللبس وأمثالهما باقية، لأننا نقول هذا قياس في مقابلة النص فيكون ساقطا.
القول الثالث أن المراد بقوله تعالى أن تبتغوا فضلا من ربكم هو أن يبتغي الإنسان حال كونه حاجا أعمالا أخرى تكون موجبة لاستحقاق فضل الله تعالى ورحمته، مثل إعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع. وهذا القول منسوب إلى أبي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله عنهم، واعترض القاضي عبد الجبار عليه بأن هذا واجب أو مندوب، ولا يقال في مثله ليس عليكم جناح أو لا جناح عليكم فيه، وإنما يذكر هذا اللفظ في المباحات. إذن هذا الاعتراض الذي وجهه القاضي إلى تفسير أبي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله عنه، قال هذا واجب أو مندوب ولا يقال في مثله لا جناح عليكم، وإنما يذكر هذا اللفظ في المباحات. يقول الإمام والجواب لا نسلم أن هذا اللفظ لا يذكر إلا في المباحات، والدليل عليه قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والقصر بالاتفاق من المندوبات. وأيضا فأهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن ضم سائر الطاعات إلى الحج يوقع خللا في الحج ونقصا فيه، فبين الله تعالى أن الأمر ليس كذلك فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. المسألة الثالثة، اتفقوا على أن التجارة إذا أوقعت نقصانا في الطاعة لم تكن مباحة، أما إن لم توقع نقصانا البتة فهي من المباحات التي من الأولى تركها، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص ألا يكون له حامل على الفعل سوى كونه عبادة. وقال صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. والحاصل أن الإذن في هذه التجارة جار مجرى الرخص. والحديث المذكور رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الأغنياء أو أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومعنى الحديث من عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير، والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم صاحبه. وأما قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ففيه مسائل. المسألة الأولى، الإفاضة معناها الاندفاع في السير بكثرة، الإفاضة الاندفاع في السير بكثرة، ومنه يقال أفاض البعير بجرته إذا وقع بها فألقاها منبثة، وكذلك أفاض الأقداح في الميسر معناه جمعها ثم ألقاها متفرقة، وإضافة الماء من هذا لأنه إذا صب تفرق. والإفاضة في الحديث إنما هي الاندفاع فيه بإكثار وتصرف في وجوهه، الإفاضة في الحديث الاندفاع فيه بإكثار وتصرف في وجوهه. وعليه قوله تعالى وما تكون في شأن في سورة يونس عليه السلام وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ومنه يقال للناس فوض، وأيضا جمعهم فوضى، ويقال أفاضت العين دمعها، فأصل هذه الكلمة الدفع للشيء حتى يتفرق، أصل أفاض الدفع للشيء حتى يتفرق، فقوله تعالى أفضتم أي دفعتم بكثرة، وأصله أفضتم أنفسكم، فترك ذكر المفعول كما ترك في قولهم دفعوا من موضع كذا. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه ونزل في وادي قيروان وهو يخدش بعيره بمحجنه، والمحجن عصا طرفها معقوف. يقول السمين والإفاضة في الأصل الصب، يقال فاض الماء وأفضته، ثم يستعمل في الإحرام مجازا. والهمزة في أفضتم فيها وجهان،
أحدهما أنها للتعدية فيكون مفعوله محذوفا تقديره أفضتم أنفسكم، وهذا مذهب الزجاج وتبعه الزمخشري، وقدره الزجاج فقال معناه دفع بعضكم بعضا. والثاني أن أفعل هنا بمعنى فعل المجرد، أي أن الهمزة ليست للتعدية فلا مفعول له. المسألة الثانية عرفات جمع عرفة، سميت بها بقعة واحدة كقولهم ثوب أخلاق وبرمة أعشار وأرض سباسب، والتقدير كأن كل قطعة من تلك الأرض عرفة، فسمي مجموع تلك القطع بعرفات. وللتوضيح أقول يقال ثوب أخلاق يصفون به الواحد، ثوب أخلاق يصفون به الواحد، الأصل أن يقال ثوب خلق، لكن يقال ثوب أخلاق يصفون به الواحد. قال الفراء إنما قيل ثوب أخلاق لأن الخلوقة تتفشى فيه فتكثر فيصير كل قطعة منه خلقا، كذا في لسان العرب وتاج العروس. فإن قيل هل لا منعت من الصرف وفيها السببان التعريف والتأنيث، لماذا قال فإذا أفضتم من عرفات، فهي مصروفة ولم يقل من عرفات على أنها ممنوعة من الصرف، هل لا منعت من الصرف وفيها السببان وهما التعريف والتأنيث؟ قلنا هذه اللفظة في الأصل اسم لقطع كثيرة من الأرض كل واحدة منها مسمات بعرفة، وعلى هذا التقدير لم يكن علما، أي انتفى شرطه، شرط من شروط المنع من الصرف وهو كونها علما. يقول على هذا التقدير هذه اللفظة في الأصل اسم لقطع كثيرة من الأرض كل واحدة منها مسمات بعرفة، وعلى هذا التقدير لم يكن علما، ثم جعلت علما لمجموع تلك القطع فتركوها بعد ذلك على أصلها في الصرف. المسألة الثانية اعلم أن اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى بيوم التروية، واليوم التاسع منه يسمى بيوم عرفة، وذلك الموضع المخصوص سمي بعرفات، إذن عرفات اسم المكان وعرفة اسم اليوم. وذكروا في تعليل هذه الأسماء وجوها، أما يوم التروية ففيه قولان، أحدهما من روى يروي تروية إذا تفكر وأعمل فكره ورويته، إذن هذا التأويل الأول أو القول الأول في بيان أصل التسمية، أنها من روى يروي تروية إذا أعمل فكره وتفكر وتأمل، أعمل فكره ورويته. والثاني من رواه من الماء يرويه إذا سقاه من عطش. أما الأول ففيه ثلاثة أقوال، على القول الأول أنها من التروية بمعنى الفكر والروية، أن تسميته يوم التروية من الفكر والروية، ففيه ثلاثة أقوال، أحدها أن آدم عليه السلام أمر ببناء البيت فلما بناه تفكر فقال رب إن لكل عامل أجرا فما أجري على هذا العمل، قال إذا طفت به غفرت لك ذنوبك بأول شوط من طوافك، إذا طفت به غفرت لك ذنوبك بأول شوط من طوافك، قال يا رب زدني، قال أغفر لأولادك إذا طافوا به، قال زدني، فقال الله عز وجل أغفر لكل من استغفر له الطائفون من موحدي أولادك، قال حسبي يا ربي حسبي. وثانيها أن إبراهيم عليه السلام رأى في منامه ليلة التروية كأنه يذبح ابنه، فأصبح مفكرا هل هذا من الله تعالى أو من الشيطان، فلما رآه ليلة عرفة يؤمر به أصبح فقال عرفت يا رب أنه من عندك. وثالثها أن أهل مكة يخرجون يوم التروية إلى منى، أن أهل مكة يخرجون يوم التروية إلى منى فيتروون في الأدعية التي يريدون أن يذكروها في غدهم بعرفات. وأما القول الثاني وهو اشتقاقه من تروية الماء ففيه ثلاثة أقوال، أحدها أن أهل مكة
كانوا يأخذون الماء للحجيج الذين يقصدونهم من الآفاق، وكان الحجاج يستريحون في هذا اليوم من مشاق السفر ويستقون من الماء ويروون بهائمهم بعد مقاساتهم قلة الماء في طريقهم. والثاني أنهم يتزودون بالماء إلى عرفة. والثالث أن المذنبين كالعطاش الذين وردوا بحار رحمة الله عز وجل فشربوا منها حتى ارتووا. وأما فضل هذا اليوم فدل عليه قوله تعالى والشفع والوتر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشفع التروية وعرفة، والوتر يوم النحر. وعن عبادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال صيام عشر الأضحى كل يوم منها كالشهر، ولمن يصوم يوم التروية سنة، ولمن يصوم يوم عرفة سنتان. وروى أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من صام يوم التروية أعطاه الله مثل ثواب أيوب على بلائه، ومن صام يوم عرفة أعطاه الله تعالى مثل ثواب عيسى بن مريم عليه السلام. والحديث الأول حديث موضوع ذكره الشوكاني في كتابه المسمى الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، إذن ذكره في كتابه، وهذا الكتاب اسمه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وقال رواه ابن عدي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة ولا يصح، وفي إسناده الكلبي كذاب، وأخرجه أبو الشيخ في الثواب من طريق الكلبي. هذا بالنسبة للحديث الأول. والحديث الثاني أيضا حديث موضوع ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات، وقال فيه حماد بن عمر كذاب. وأما يوم عرفة فله عشرة أسماء، خمسة منها مختصة به وخمسة مشتركة بينه وبين غيره. يقول الإمام وأما يوم عرفة فله عشرة أسماء، خمسة منها مختصة به وخمسة مشتركة بينه وبين غيره. أما الخمسة الأولى فأحدها عرفة، وفي اشتقاقه ثلاثة أقوال، أحدها أنه مشتق من المعرفة، وفيه ثمانية أقوال. الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما أن آدم وحواء التقيا بعرفة فعرف أحدهما صاحبه فسمي اليوم عرفة، والموضع عرفات، وذلك أنهما لما أهبطا من الجنة وقع آدم بسرنديب وحواء بجدة وإبليس بميسان والحية بأصفهان، فلما أمر الله تعالى آدم بالحج لقي حواء بعرفات فتعارفا. وثانيها أن آدم عليه السلام علمه جبريل عليه السلام مناسك الحج، فلما وقف بعرفات قال له أعرفت؟ قال نعم، فسمي عرفات. وثالثها قول علي وابن عباس رضي الله عنهم وعطاء والسدي سمي الموضع عرفات لأن إبراهيم عليه السلام عرفها حين رآها بما تقدم من النعت والصفة. ورابعها أن جبريل عليه السلام كان علم إبراهيم عليه السلام المناسك وأوصله إلى عرفات وقال له أعرفت كيف تطوف وفي أي موضع تقف؟ قال نعم. وخامسها أن إبراهيم عليه السلام وضع ابنه إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر بمكة ورجع إلى الشام ولم يلتقيا سنين، ثم التقيا يوم عرفة بعرفات. وسادسها ما ذكرناه من أمر منام إبراهيم عليه السلام. وسابعها أن الحجاج يتعارفون بعرفات إذا وقفوا فيه. وثامنها أنه تعالى يتعرف فيه إلى الحاج بالمغفرة والرحمة. القول الثاني في اشتقاق عرفة أنه من الاعتراف، لأن الحجاج إذا وقفوا في عرفة اعترفوا للحق سبحانه وتعالى بالربوبية والجلال والصمدية والاستغناء، واعترفوا لأنفسهم بالفقر والذلة والمسكنة والحاجة. ويقال إن آدم وحواء عليهما السلام لما وقفا بعرفات قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فقال الله سبحانه وتعالى الآن عرفتما أنفسكما.
والقول الثالث أنه من العرف وهو الرائحة الطيبة. قال تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة محمد صلى الله عليه وسلم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي طيبها لهم. ومعنى ذلك أن المذنبين لما تابوا في عرفات فقد تخلصوا عن نجاسات الذنوب ويكتسبون به عند الله تعالى رائحة طيبة. قال عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. الاسم الثاني لعرفات يوم إياس الكفار من دين الإسلام، والاسم الثالث يوم إكمال الدين، والرابع يوم إتمام النعمة، الاسم الرابع يوم إتمام النعمة، والخامس يوم الرضوان. وقد جمع الله تعالى هذه الأشياء في آية واحدة في سورة المائدة، وذلك قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من هذه الأسماء الأربعة تضمنتها هذه الآية في سورة المائدة. قال عمر وابن عباس رضي الله عنهم نزلت هذه الآية عشية عرفة وكان يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة في موقف إبراهيم عليه السلام، وذلك في حجة الوداع، وقد اضمحل الكفر وهدم بنيان الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما لهم في هذه الآية لقرت أعينهم. فقال يهودي لعمر لو أن هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه أما نحن فجعلناه عيدين، كان يوم عرفة ويوم الجمعة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وأما معنى إياس المشركين فهو أنهم يئسوا من قوم محمد صلى الله عليه وسلم أن يرتدوا راجعين إلى دينهم. وأما معنى إكمال الدين فهو أنه تعالى ما أمرهم بعد ذلك بشيء من الشرائع. وأما إتمام النعمة فأعظم النعم نعمة الدين، لأن بها يستحق المسلم الفوز بالجنة والخلاص من النار، وقد تمت في ذلك اليوم. وكذلك قال تعالى في آية الوضوء وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولما جاء البشير وقدم على يعقوب عليه السلام قال على أي دين تركت يوسف؟ قال على دين الإسلام. فقال يعقوب عليه السلام الآن تمت النعمة. ويوسف عليه السلام قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فيعقوب عليه السلام سأل البشير على أي دين تركت يوسف؟ قال على دين الإسلام. فقال يعقوب عليه السلام الآن تمت النعمة. وأما معنى الرضوان فهو أنه تعالى رضي بدينهم الذي تمسكوا به وهو الإسلام، لأن الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهي بشارة بشرهم بها في ذلك اليوم، فلا يوم أكمل من اليوم الذي بشرهم فيه بإكمال الدين. وقيل هذا اليوم يوم صلة الواصلين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ويوم قطيعة القاطعين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.
ويوم إقالة عثرة النادمين ويوم إقالة عثرة النادمين وقبول توبة التائبين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكما تاب برحمته على آدم عليه السلام فيه فكذلك يتوب على أولاده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو أيضا يوم الوافدين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وفي الخبر الحجاج زوار الله، وحق على المزور الكريم أن يكرم زائره. وأما الأسماء الخمسة الأخرى ليوم عرفة فأحدها يوم الحج الأكبر. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وهذا الاسم مشترك بين عرفة ويوم النحر. واختلف الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله فيه، فمنهم من قال إنه عرفة وسمي بذلك لأنه يحصل فيه الوقوف بعرفات، والحج عرفة إذ لو أدركه وفاته سائر مناسك الحج أجزأ عنها الدم، فلهذا السبب سمي بالحج الأكبر. قال الحسن: سمي به لأنه اجتمع فيه الكفار والمسلمون ونودي فيه ألا يحج بعده مشرك. وقال ابن سيرين: إنما سمي به لأنه اجتمع فيه أعياد أهل الملل كلها من اليهود والنصارى والمسلمين ولم يجتمع قبله ولا بعده. ومنهم من قال يوم الحج الأكبر هو يوم النحر لأنه يقع فيه أكثر مناسك الحج، وأما الوقوف فلا يجب في اليوم بل يجزئ في الليل. وروي القولان جميعا عن علي وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثاني الأسماء الشفع، وثالثها الوتر، ورابعها الشاهد، وخامسها المشهود في قوله تعالى في سورة البروج: وشاهد ومشهود. يقول الإمام: هذه الأسماء فسرناها في هذه الآيات، يقصد في سورة التوبة وفي حيث ورد ذكر الحج الأكبر، وفي سورة الفجر حيث ورد قوله تعالى والشفع والوتر، وفي سورة البروج حيث ورد قوله تعالى وشاهد ومشهود. ونقف عند المسألة الرابعة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نقرأ هذه المسألة وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.